قالوا السلام عليكم خويا حمزة، لاباس عليك؟ كل شيء مزيان. وعليكم السلام اخويا وانيس، انا الحمد لله. انت بخير؟ والله لا بخير خويا حمزة، الله يحفظك. ايوا كيف غادي مع الغربة؟ اش غادي نقول لك، الحمد لله نتقاتلوا على راسنا وخرج وحشنا صحاب الدار وبينا نولي. وانت كيراك ماشي مع القراية؟ دي الدبلوم خدمت ساكتي سيفيات ولا والو؟ ضروري اخويا، الدبلوم رانا دينا فينا شوية سيفيات. مازال ما جابش الله، راك عارف اللي كاين. ولكن سمع معايا واحد البلان راه في بالي. كيما البابور عندو غير لالو ما عندوش رجوع، موسكات اللي قلعت انا المدور، داير فراسي الهربة لبلاد النور لبلاد اخر. يما فرقك السايب اما الغربة راه سهلة، دي سوفينير باقا فيني يا وحلا، موت فيني ونعرف قلبي شهلة. علاش 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 ولا يما بين مسحيدوك دموع راه ترجع فراسي وما فيهاش رجوع، ما عندي والي كنت في بلادي مقمور. وسمحي لي يا يوم وليت لك مدفون، كل ما تضرب الموجة نفكر روحي بلا جلي، غادي لبلاد الناس ومخلي انا بلادي ليه. يا مركبنا في الفلوكة حتى ما بقاش البادي ليه، كاملين بالدبلومات بصح كل شي عاملي. عندو في طلقة ما عندوش لو تشوفو، موسكات ليس قطعت انا معطيني، غير فراسي الهرب على البلاد بلاد الفوق. يما البابور عندو غير لالو ما عندوش رجوع، موسكات اللي قلعت انا المدور، داير فراسي الهربة لبلاد النور لبلاد اخر. يما البابور عندو غير لالو ما عندوش رجوع، موسكات اللي قلعت انا المدور، داير فراسي الهربة لبلاد النور. مش راه في بالك اخويا وانيس، ان شاء الله ما يكونش داكشي اللي راه في بالي. مش غادي نقولك حدي راسك وداك الشي راه صعيب ودفع دفع وما جرب اخر مره، والا ما قدرش ربي عاود دفع، ربي راه كبير.